اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من برنامج زوايا الحدث، نخصصها للحديث عن تمرد عناصر من كتيبه حرس الشواطئ بمحافظه ارخبيل سقطره. اتهمت السلطة المحلية في سقطرة دولة الإمارات بدعم التمرد ومخطط الانقسام والفوضى في المحافظة. وقال مصدر عسكري في سقطرة أن الكتيبة التي تحوي ضباطا موالين للإمارات انقلبت على قيادة اللواء بعد أن تلقت وعودا من قبل المندوبين الإماراتيين وقيادات المجلس الانتقالي في الجزيرة بالحصول على رواتب مجزية أسوة بقوات الحزام الأمني. وحمل المصدر القوات السعودية في الجزيرة المسؤولية عن عملية التمرد في إشارة إلى أنها ساهمت في عدم صرف الرواتب بانتظام. نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: أسباب وأثار إعلان عناصر كتيبة حرس الشواطئ تمردها وانضمامها لقوات المجلس الانتقالي، موقف الحكومة الشرعية والتحالف السعودي من التمرد الحاصل في سقطرة. قبل أن نبدأ باستقبال ضيوف هذه الحلقة، نذهب لمشاهدة التقرير الذي أعده الزميل معد الحلقة عبد الرقيب الأبارة. من عدن إلى شبوة إلى سقطرة، تواصل الميليشيا التابعة للإمارات والمتمثلة بالمجلس الانتقالي تقويض عمل السلطة المحلية في المحافظات الجنوبية والتابعة للحكومة الشرعية. هنا في أرخبيل سقطرة البعيدة عن مواقع الحرب، اتهمت السلطة المحلية الإمارات بدعم تمرد قام به عناصر من كتيبة حرس الشواطئ التابعة للواء الأول مشاه بحري. التمرد جاء بعد إعلان كتيبة حرس الشواطئ الانضمام إلى ميليشيا المجلس الانتقالي بدعم إماراتي باستمرار سياسة الإمارات الساعية لنشر الفوضى ودعم مخطط التقسيم في المحافظة. وأمام واقع التمرد الذي قامت به عناصر من حرس الشواطئ، أمهلت السلطة المحلية في الأرخبيل عناصر الكتيبة 24 ساعة لإنهاء التمرد، مؤكدة أنها لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه هذا التصرف الشائن والداعي إلى الفتنة والانقسام. وبالعودة إلى أسباب التمرد، تقول مصادر عسكرية إن الكتيبة المتمردة والتي تحوي ضباطا موالين للإمارات انقلبت على قيادة اللواء بعد أن تلقت وعودا من قبل المندوبين الإماراتيين وقيادات الانتقالي في الجزيرة بالحصول على رواتب مجزية أسوة بقوات الحزام الأمني. وذهب مراقبون إلى اعتبار أن مخططات الإمارات الساعية إلى نشر الفوضى في محافظة سقطرة لم تكن وليدة اللحظة، ففي أواخر ديسمبر الماضي عمدت الإمارات بعد اقتحامها مطار سقطرة إلى تهريب عناصر أمنية مطلوبة للسلطة المحلية. وأمام استمرار محاولات نشر الفوضى في سقطرة، حملت مصادر مسؤولة في السلطة المحلية السعودية نتائج ذلك، خاصة في ظل تعمدها عدم صرف رواتب وحقوق الجنود التابعين للحكومة الشرعية، الأمر الذي شجع بعض العناصر للانضمام للعناصر التخريبية. أهلا بكم من جديد مشاهدينا، وينضم إلينا المستشار وزير الإعلام مختار الرحبي. مرحبا بك سيد مختار. بداية، كيف تابعت الحكومة الشرعية خاصة المتواجدة في الرياض ما جرى اليوم في سقطرة، ولماذا لم يوجد موقف منها؟ اكتفى الموقف أو كان فقط من السلطة المحلية في المحافظة؟ أولا مساء الخير عليك وعلى ضيفك الكرام والمشاهدين الكرام جميعا. ما حدث من تمرد من قبل كتيبة تابعة للواء أول مشاه في بحري في محافظة سقطرة هو امتداد للأعمال التخريبية والتمردات والانقلابات التي تقودها وتشرف عليها دولة الإمارات العربية المتحدة. وهذه ليست جديدة، نحن عايشنا في أحداث أغسطس تمرد أكبر من هذا وانقلاب مسلح قامت به ميليشيات تتبع دولة الإمارات العربية المتحدة في مدينة عدن، وفرضوا أمرا واقعا في مدينة عدن. حتى هذه اللحظة ما تزال الميليشيات هي المسيطرة على مدينة عدن. أطماع الإمارات ليست جديدة وليست وليدة اللحظة، ففي عام 2018 أرسلت دولة الإمارات طائرات محملة بالأسلحة والمعدات والمدرعات والأسلحة الثقيلة، وقامت باحتلال مطار سقطرة وميناء سقطرة، وبعد ذلك تم التصعيد من قبل الحكومة وتم إرسال شكوى إلى مجلس الأمن وتم طرد القوات الإماراتية من جزيرة سقطرة، ولم يعد هناك أي تواجد عسكري للإماراتيين باستثناء الأيادي التي يقولون عنها أنها أيادي
تابعة لما يسمى في الهلال الأحمر، وكذلك مؤسسة خليفة وهي أيادي استخباراتية تعمل على نشر الفوضى وتعمل على شراء الولاءات. وما حدث في الكتيبة من تمرد هو نتائج لهذه الأعمال التي يقوم بها المدعو العميد خلفان المزروعي الذي يعمل تحت غطاء عمل إنساني، وهو يعمل لدى المخابرات الإماراتية لنشر الفوضى لشراء الولاءات. وحاولوا أكثر من مرة إسقاط مدينة أو محافظة سقطرة، وقاموا بعمل مظاهرات ومسيرات وأقصامات أمام السلطة المحلية. موقف الحكومة موقف واضح، موقف لا يقبل التأويل. تحدثت به السلطة المحلية أنها لا يمكن أن تسمح لأي تمردات ولا أي انقلابات ولا أي أعمال مسلحة داخل هذه المحافظة المسالمة الآمنة التي لم تشهد ولم تعرف أعمال العنف ولم تعرف أعمال البلطجة ولم تعرف أي إشكالية أمنية إلا بعد أن دخلتها الإمارات، التي ما أن تدخل أي مدينة أو أي منطقة إلا وتقوم بإنشاء أذرع مسلحة وأذرع عسكرية لنشر الفوضى ونشر الدمار وشراء الولاءات والانقلابات على الدولة. أطماع الإمارات أصبحت واضحة، تريد السيطرة على مدينة سقطرة وعلى محافظة سقطرة من خلال بعض المشايخ وبعض المأجورين وبعض الأدوات التي للأسف الشديد أنها باعت مبادئها، سواء القيادة العسكرية التي تعمل معهم والتي تم شراءهم بالمال وبالدراهم الإماراتية، أو بعض المشايخ والأعيان الذين اشتروهم وقاموا بإغداق الأموال الإماراتية عليهم. لكن نقول أن سقطرة ستظل عصية، فقامت رئيس الجمهورية يولي ملك سقطرة ومحافظة سقطرة اهتمام خاص، أيضا قيادة السلطة المحلية بقيادة رمزي محروس وكذلك مدير الأمن يلتفون حول القيادة الشرعية، وكذلك المشايخ والأعيان من الشرفاء من أبناء محافظة سقطرة الذين خرجوا في مسيرة كبيرة دعما للحكومة ودعما لتوجهات الحكومة ودعما أيضا لبقاء المحافظة، يعني امتداد طبيعي وتاريخي للدولة اليمنية وللجمهورية اليمنية. بالتالي لن يقبل أي يمني هذه الممارسات الغير مقبولة وهذه الممارسات السافرة من قبل الإمارات ومن قبل أدواتها في جزيرة سقطرة. الموقف واضح والموقف صارم، لا يمكن القبول بأي أعمال تخريبية وبأي تمردات وبأي أعمال انقلابية. نعم. كما لم ينجح مدير الأمن السابق سيد مختار، إذا ما تحدثنا عن استمرار الإمارات بدعم الانقلابيين في الجنوب بشكل صريح ومباشر ومعلن ومثبت بالدلائل، خاصة استمرار ذلك بعد اتفاق الرياض التي رعته السعودية، كيف يمكن لهذا أن يؤثر على سير الاتفاق والموقف السعودي من ذلك والمسؤولية التي تقع على عاتق السعودية؟ بما أن هناك قوات سعودية ترابط في محافظة سقطرة وعددهم تقريبا يصل إلى المئات، يتواجد ما بين ضباط وما بين جنود، ننتظر منهم أن يكون لهم موقف صارم من هذه الأعمال الساترة ومن هذه القلاقل التي ينشرها المدعو المزروعي وكذلك أدواته الإماراتية. ننتظر موقف صارح وصريح وواضح من قبل الأشقاء في المملكة العربية السعودية. طبعا هم ما يقومون به اليوم من تصعيد هو محاولة للفت الأنظار عن عدم تنفيذ اتفاق الرياض، وفشل تنفيذ اتفاق الرياض حتى هذه اللحظة. نحن الآن ندخل الشهر الرابع ولم يتم تنفيذ اتفاق الرياض، لم يتم سحب الأسلحة، لم تنسحب الميليشيات من مدينة عدن، لم يتم تنفيذ الخطوات المتعلقة بالميليشيات، وهذا طبعا يعتبر هروب من تنفيذ اتفاق الرياض ومن استحقاق تنفيذ اتفاق الرياض إلى تصعيد في مدينة شبوة التي يصعدون فيها كل يوم، وهناك تصعيدات في مدينة شبوة واليوم يقومون بالتصعيد الخطير. أنا أقول أنه إذا لم يتم وعد هذه الفتنة وهذا التمرد الذي بدأ بكتيبة فإن المخطط كبير، والمخطط ونحن لدينا معلومات أن هناك مخططات كبيرة لإسقاط اللواء، وهذا اللواء طبعا يحتوي على كمية أسلحة مهولة في جزيرة سقطرة، ويحتوي أيضا على أسلحة ثقيلة ومتوسطة، ويتواجد فيه المئات من الجنود اليمنيين التابعين للدولة والحكومة الشرعية. بالتالي التجنيد الذي حصل قبل أشهر في جزيرة سقطرة وحينما أرسلتهم الإمارات للتجنيد والتدريب في مدينة عدن، وكذلك التدريب والتأهيل خارج مدينة عدن وفي الإمارات،
هو الغرض منه إسقاط جزيرة سقطرة وفرض أمر واقع في جزيرة سقطرة، لكن نقول أن جزيرة سقطرة أبعد على الإماراتيين ولن تكون أرض إماراتية، إنما ستظل أراضي يمنية وسنتشبث بها، ولا يمكن القبول بأي حال من الأحوال أن تكون هذه أن تستمر هذه التدخلات وأن تستمر أعمال القلقلة ونشر الفتن في أرض سقطرة. السلطة المحلية تقوم بالتواصل وتقوم بعمل جبار في جزيرة سقطرة بقيادة رمزي محروس، نعم، وكذلك إدارة الأمن وأيضا في قيادة اللواء. نحن نطالب من الأخ ناصر قيس أركان اللواء في جزيرة سقطرة أن يكون أكثر حزما مع كل الضباط ومع كل القيادات الذين على التمرد، نعم، وأن يتم محاكمتهم. نعم سيد مختار، سأتي للتوسع بهذه النقطة عن إمكانية السلطة المحلية في سقطرة لاحتواء الوضع، لكن تفضل بالبقاء معي واسمح لي لأن أشرك معنا في الحديث صلاح السقلدي المحلل السياسي الذي ينضم إلينا من عدن. سيد صلاح مرحبا بك. بداية الانتقال يذهب للجلوس على طاولة الحوار والتوقيع اتفاقيات مع الحكومة والموافقة على خطوط الحل السياسي في الجنوب، ثم يتحرك عكس ذلك على أرض الواقع على الأرض. ما الذي يريده بالضبط الانتقالي والإمارات؟ مساء الخير عليكم وعلى السادة المشاهدين جميعا. هذا التوقيع يتلقى برضو الطرف الآخر، حكومة الدكتور معين والسلطة في الرياض، فالتهمة هي موجهة لهم بذات القرار الذي يتم توجيهها للمجلس الانتقالي، فما شاهدناه اليوم وما شاهدنا منذ توقيع الاتفاق لليوم هي عبارة عن مماطلات وتشويقات تقوم بها هذه الحكومة، سواء في مجال صرف المرتبات أو في مجال تحريك القوات وغيرها من المماطلات التي للأسف الشديد. فالانتقالي بحسب ما نشاهده فهو قدم كثير من التنازلات وخطا كثير من الخطوات، منها تسليم المنشات وحدات حراسه المنشات، تسليم كثير من الاسلحه لا باس بها الى معسكر عباس هناك في الوقت الذي المجلس الانتقالي يخوض فيها حرب حقيقيه جباره، بعكس الحكومه التي شاهدنا الخيبه الكبيره والفضيحه التي حدثت لها في نهان وفي مأرب وفي الجيش، وشاهد ذلك السلاح وذلك الكم الهائل من السلاح الذي يبدو ان اضعافه موجوده بحجه هذه الحكومه التي تطالب المجلس الانتقالي بان يسلم اسلحته في الوقت الذي هو يخوض حربا حقيقيه وحربا شرسه على الحدود والتحرير في الزال. وما يتم اليوم عباره عن مماطلات تشويفيه، شاهدنا مثلها تماما اليوم. الموعد هذا ينتهي تقريبا تاريخ 5، وفي كل على كل حال لا يعني انتهاء الموعد هو انتهاء الاتفاق على الاقل من ذلك. فهناك اتفاق السويدي فيما يتعلق بالساحل الغربي حدد له قرابه شهر او شهر او شهرين، واليوم مرضى عليه قرابه عامين، و في الاحوال لم يدخل هذا الاتفاق، وبالتالي اقول ان المراهن على ان الوقت قد مضى على اتفاق الرياض لتمدتنا فهي مراهنه خاسره جدا، لان البديل عن هذا الاتفاق غايب، والبديل هو عباره عن احتراب وضياع ودخول الجميع في هو صحيح ما فيها العقلية السعودية التي للاسف الشديد انها تتناحى تتفاقم كثيرا بان تحسن امرها وتحدد من هو الطرف الذي يتملق في تنفيذ اتفاق الرياض. للاسف الشديد هناك حكومه ووزراء يعرفوا جيدا ان هذا الاتفاق لتنفيذ هذا الاتفاق يعني لهم بالضروره انهم سيبتعدوا عن الحكومه وسيبعدوا من المشهد السياسي برمته. ولا غري ولا غرابه ان نرى عرقلتهم لهذا الاتفاق لانه سيقضي على مستقبلهم بعد ما يعتقدوا. وشاهدنا كثير من التصريحات وكثير من التغريدات وكثير من المقابلات التي تسجل بها كثير من اعضاء هذه الحكومه ووزرائها. وبالاخير ارى فيما ارى بان وضحت الفكره سيد صلاح، ان يتسلح وان يكون لديه رحابه صدى
يتسلى بالحرس. وضحت الفكرة سيد صلاح، اسمح لي لأن أعود إلى السيد مختار وسأعود إليك سيد صلاح. إذا عودة أخيرة إليك سيد مختار، هنالك من ذهب لتحميل الشرعية وأيضا السعودية مسؤولية ذلك معللا بتأخر رواتب الجنود وتدهور أوضاعهم المعيشية والاقتصادية، هنالك من يقول أن هنالك شعرة بين الولاء الوطني وبين الولاء المعيشي، وأنت تعلم كيف هو الوضع في اليمن. تعليقك سيد مختار. لا لا لا، يوجد هناك اختلاف على ان الوضع الاقتصادي وان الجنود تمر ظروف قاسيه يمرون بها سواء في سقطرى او في المناطق الجنوبيه او في المناطق الشماليه، هذه اشكاليه يجب على الحكومه ان تحلها بالفعل. لكن هل من الحل ان او من المنطق او من العقل او من الوطنيه ان يتم التمرد على الدوله واعلان الولاء للدوله الاجنبيه؟ هذه خيانه عظمى بكل قوانين الدنيا، بكل القوانين العسكريه. لا يمكن القبول بهذا التبرير، وهذا انا اعتبره تبرير غير مقبول وغير مرضي وغير عقلاني، ان يتم اعلان علم غير علم الجمهوريه اليمنيه واعلان الولاء للمزروعي او لمحمد بن زايد او لغيرهم. هذه خيانه عظمى. كل عسكري يقوم باعلان ولاء لغير القائد الاعلى للقوات المسلحه لبلده ويعلن ولاء لغيره فهذه خيانه عظمى تستجوب انه يتم محاكمه كل القيادات العسكريه التي تقوم بهذه الاعمال. انا اقول وايضا سيد مختار، ليس من المنطقي ان يتضور ابناء هؤلاء من الجوع وهم يرونهم امام اعينهم لا يستطيعون فعل لهم شيء. ايضا يجب ان يحاكم ايضا من يقصر ومن يؤخر رواتب هؤلاء. بكل تأكيد أن تأخير الرواتب أو قطعها أو التلاعب بها هذه تعتبر أيضا جريمة، ولكن لا يمكن القبول بأن يتم إعلان الولاء لغير الولاء للجمهورية اليمنية. الإعلان هذا أو التمرد أو الانقلاب على الدولة يعني أنهم دخلوا في طاعة دولة أخرى، وهذا لا يمكن القبول بها أو التبرير به. من يبيع تراب أرضه سيبيع غدا ما هو أغلى من ذلك. بالتالي نقول أن على قيادة اللواء أن تكون أكثر حزما وأن يتم محاصرة التمرد والانقلاب في جزيرة سقطرى، لأنه ما يزال في بداياته قبل أن يتوسع وقبل أن يتم إعلان أمر واقع جديد في جزيرة سقطرى، وهذا ما لا يمكن القبول به ولا يمكن التساهل به. وأيضا يجب على الأشقاء في المملكة العربية السعودية أن يكون دعما وسندا للسلطة المحلية وأن يتعاملوا أيضا بحزم ضد هذه التمردات وضد ما يقوم به المزروعي وغيره من أدواته في جزيرة سقطرى. نعم، إذا سيد مختار الرحبي مستشار وزير الإعلام، شكرا جزيلا لك، أشكرك جزيلا الشكر أنك كنت معي في هذه الحلقة. مشاهدينا الكرام، ينضم إلينا الآن من سقطرى الناشط السياسي عبد الله بدهان. مرحبا بك سيد عبد الله، وبداية كيف هو الوضع الآن في سقطرى، وهل لدى السلطة المحلية في المحافظة القدرة على تثبيت الوضع وإلمام الوضع في المحافظة؟ أهلا وسهلا، مساء الخير. سقطرى ولله الحمد آمنة مستقرة في كل الأحوال، ولكن هذه الأحداث تقلق المجتمع السقطري كثيرا، كما هي تقلق بطبيعة الحال السلطات العليا في الدولة وكل من يهمه أمر السيادة الوطنية و يعني الشرف العسكري وعدم الإخلال بالاتفاقيات وما من شأنه الوصول إلى تطبيق الأمن والاستقرار وإحلال السلام في اليمن جميعا وفي سقطرى بالأخص التي لم تشهد حروب أو نزاعات مسلحة. كان ينبغي النأي بها عن مثل هكذا أعمال، لكن المؤسف حقا بأنها الإمارات يبدو أنها مصرة وكالعادة عبر أدواتها لتكرار مثل هكذا سيناريوهات. لكن بالمقابل نؤكد بأن السلطات المحلية والقيادات العسكرية ممثلة باللواء الأول مشار بحري والقيادات الأمنية والعسكرية في سقطرى جميعا كلهم أبدوا رفضهم لهذا الإجراء الذي قامت به كتيبة حرس الشواطئ بالأمس، وهو تنكيس علم الدولة والإخلال بالشرف العسكري وإحلال محله العلم التسطيري وإعلان الولاء للانتقال التابع للإمارات
في ظل أجواء تسعى الدولة في عدن ومع التحالف لتطبيع الأرضاع ولتطبيق بنود الاتفاق. من الغريب أن يختاروا هذا الوقت الغير مناسب عموما لأي شيء، والغير مناسب لمثل هذه الأعمال المشينة والجريمة السياسية التي ينبغي عدم السكوت عليها، وهو الحاصل فعلا اليوم. دعت قيادة اللواء الأول مشاة بحري إلى اجتماع للقيادات الأمنية والعسكرية بالمحافظة والسلطات المحلية، وكذلك الوجهات في المحافظة، وحصل هناك اجتماع ومناقشة هذا التطور والخروج بآراء ومواقف تدين هذا الموقف وتدعو إلى التراجع عنه، وتشجع إلى وساطة ننتظر بإذن الله تعالى أن تصل إلى حلول. ما لم فإن القوات المسلحة في المحافظة الممثلة باللواء الأول مشاة بحري أعلنت في بلاغ للجهات العليا ولكل من يهمه الأمر بنقاط واضحة بأنهم سيقومون بالواجب الذي يتحتم عليهم، وهو الدخول إلى كتيبة الكتيبة المتمردة، ولا بد من عودة الأمور إلى نصابها الحقيقي، ولا بد أن نعم سيد عبد الله سأعود إليك قبل أن يستبحر. نعم سأعود إليك سيد عبد الله. إذن عودة أخيرة إليك السيد صلاح، ما مصير الآن المسار السياسي وما الذي يتطلبه الوضع لعودة الأطراف لإيقاف الأطراف للأعمال العسكرية على الأرض والعودة إلى الاتفاق؟ في البداية أنا أعرج على ثلاث نقاط طرحها الأخ مختار والأخ عبد الله من سقطرة. أولا الحديث عن المتمردين وما إلى ذلك من الإعدارات التي الناس سئموها، فهذا المصطلح قد يجوز استخدامه هناك في الشمال على اعتبار أن هناك قوة انقلبت على السلطة وما شابه ذلك، لكن في الجنوب يعرفوا جيدا أنها قضية جنوبية، قضية سياسية، قضية وطنية عمرها ربع قرن، وبالتالي هي قضية ليست طارئة على السطح حتى ما يحاول بعض الأخوة تصحيحها وتعرض لها بشكل صحيح. الجانب الآخر هو موضوع الإمارات وما داخل الإمارات، وهذه الشماعة لا زالت هي كما هي قبل اتحاد الإمارات، مع أن احنا نتذكر جيدا بأن هناك حصل احتفال من الحكومة من الشرعية ومن أتباعها باتحاد الإمارات وبأن عن الإمارات ولا وأن لا زالت، ومع ذلك بقيت الشماعة هي نفسها التي علق عليها هؤلاء هيبتهم، وكأنهم لا يستعينوا ولا يتقوموا بقطر ولا بتركيا ولا بالسعودية. أما مسألة من يعرقل هذا الاتفاق لا يعني هناك نقطة واحدة يتم تطرحها حتى يتم قياس الجوانب الأخرى عليها، فهي مسألة الجوازات التي تم تعرقلتها من الشرعية من الرياض إلى عدن. هذه النقطة لا تستطيع هذه الحكومة أن تعلق عليها لا انتقالي ولا حوثي ولا أي جهة أخرى، بعكس المجالات الاخرى التي تحاول ان تضلل الاخرين وتحاول ان تلقي بالتبعات هذا الفشل عليها، مثل كهرباء الذي انا اكلمكم الان وعدم نصف عدم تقريبا توقف الظلام، بالاضافه الى مساله النفط والخدمات الاخرى والمرتبات وما الى ذلك. اما ما هو المسار الذي يحدده في المستقبل، فاعتقد ان جزء كبير من هذا الاجابه على هذا السؤال يجب ان تاتي من طرف السعوديه، فهي التي تمسك او بالاصح هي التي تضغط على المرجل لينفجر فوق الجميع. وطالما بقي
التعاطي الاسرائيلي بهذا الشكل وبهذا السلبيه وبهذا التردد وبهذا الاضطراب، فاعتقد ان الامور ستمنح منحه خطير للاسف الشديد، واتمنى ان لا يكون هذا هو المآل الذي نتجه اليه جميعا. اما مساله تسليم السلاح فاعتقد ان الانتقالي ليس بهذه الشبكه التي تمكنهم من ان يسلم رقبته للطرف الاخر الذي يكدس السلاح في مأربه في تعز في البيضاء، ومطلوب منه ان يسلم السلاح الجهه هنا او هناك في نفس الوقت الذي هو يحارب في جبهات عده. فاتمنى على المتقاعد ان يتوقف كثيرا عن نقطه مساله السلاح، فما قدمه فهو قطع شوط كبير كان يفترض على الطرف الاخر ان يقطع نفس المسافه وذات الطريق حتى يكون هناك تكامل بتنفيذ الاتفاق وبنوده. اما تنفيذه من طرف واحد والطرف الاخر لا يقدم سوى مزيدا من الكيان ومزيدا من المغالطات ومزيدا من الصفع ومزيدا من الاساليب ومزيدا من استعار الفتن، وما نشاهده في شبه الايام الاخيره خير مثال على ذلك، لان شكرا لك سيد صالح. تحاول ان تصحح الامور على الارض حتى يتم التخلص من هذا الاتفاق، لان تجارب كثيره تجارب سياسيه كثيره للاسف من عام 94 حتى عام 2020. نعم، صلاح صقلدي المحلل السياسي كنت معي من عدن، شكرا جزيلا لك. عودة أخيرة إليك سيد عبد الله، ما هي برأيك العوامل التي ساعدت للوصول إلى هذا الوضع وهذا التمرد، وما هي مطالبكم للحكومة الشرعية؟ بالنسبة للعوامل التي ساعدت على مثل هذه حصول هذه الفجوات و هذه التصرفات، هناك عدة عوامل، من أهمها بالطبع هو وإن كان غير مبرر كما أفادوا الإخوة مسبقا، هي الحالة المادية التي يعيشها منتسبي القوات المسلحة والأمن. يجب أن تستمر الرواتب، يجب أن تتحمل الجهات التي يراد منها أن توفر مرتبات الجيش والأمن، لكي لا يبقى هناك مبرر، لأن الجنود عندما يناقش معهم أو عندما يتم تعبئتهم بمثل هكذا أفكار يطيعون ويقبلون الصفقات التي في الأصل يستفيد منها، والبيع الذي يحصل هو للقيادات في الكتائب أو المعسكرات أو كل ما يحصل من هذا القبيل. أيضا من ضمن العوامل هو عدم إيجاد يعني تواصل قوي و يعني وضع حد للاختلالات التي تحصل. مثلا في سقطرى منذ شهر تقريبا هناك لجنة من وزارة الدفاع يراد لها أن تصل إلى سقطرى لتسوية الأوضاع العسكرية في سقطرى ودمج الوحدات العسكرية وتطبيق اتفاق الرياض وبنوده فيما يخص الجانب العسكري. ساهم الانتقالي وأدواته في التظاهر أمام المطار وعرقلة وصول تلك اللجنة، وهناك اختلالات للأسف سكت عنها الجانب السعودي المتمثل بقوات الواجهة. سيد عبد الله وصلت الفكرة. هي في الأصل تواجدت في سقطرى، هناك لجنة عسكرية كان مقرر أن تصل إلى سقطرى خلال الشهر الماضي لتسوية الأوضاع العسكرية في سقطرى ودمج القوات وترتيب أوضاع الضباط للأسف وصلنا إلى نهاية الوقت، وصلنا إلى نهاية وقت الحلقة. سيد عبد الله بداهن النشط السياسي كنت معنا من سقطرى، أشكرك جزيل الشكر أنك كنت معي في هذه الحلقة. إذا المشاهدين الكرام بهذا نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، لا يسعني بالأخير إلا أن أشكر ضيوفي. كان معي مستشار وزير الإعلام السيد مختار الرحبي، وكان معي المحلل السياسي من عدن صلاح الصقلدي، وأيضا المحلل السياسي من سقطرى عبد الله بداهن. أشكركم على حسن المتابعة، والشكر موصول لكم من زميلي معد هذه الحلقة الزميل عبد الرقيب العبارة. نلقاكم على خير في حلقة قادمة، كونوا في أمان الله.